طيب نكمل بقى بشمهندسين. هنتكلم دلوقتي في امر مهم جدا بنحتاجه برضو في الموديلنج، هو امر اكسترود. اكسترود هنشرحه هنا وهنشرحه في برنامج الساب برضو. طيب فايدته ايه يا باشمهندس؟ فايدته ان انا مثلا لو معايا نقطه وعايز احولها لقطاع مثلا عمود، اقدر ان انا اعمل كده. ولو معايا بلاطه عايز، عفوا، معايا كاميرا عايز احولها مثلا لبلاطه، برضو يقدر يعملها لي. طيب بيعمل لك، او فايده الكلام ده ايه يا باشمهندس؟ فايدته ان احنا مثلا لما نيجي نمزج القبه، تمام، بنحتاج الامر ده. ولما نيجي نمزج اللونج سبان ستراكشر مثلا، لو انا عندي مثلا ايه ارش سلاب ولا حاجه، برضو بنستخدمه كتير جدا. خلاص. طيب فمثلا لو اخترت مثلا النقطه ديت، انا عايز مثلا ان انا احول النقطه ديت لعمود فوق النقطه، تمام. ف هنختار من هنا ايديت اكسترود، هيظهر لك هنا اكسترود جوينت تو فريم وفريم تو شيل، تمام. هنختار جوينت تو فريم، هيظهر لك هنا بيقول لك لينير ولا راديال. ايه الفرق ما بينهم؟ اللينير هيطلع لك مثلا ايه، عمود مثلا بالشكل ده لينير، تمام. الراديال هيرسم لك حاجه دائريه. خلاص. وده بنحتاجه مثلا لما نيجي نرسم الكاميرا بتاعت اللي شايل القبه، الكاميرا الدائريه اللي شايل القبه ولا حاجه. فهنقول هنا ليه لينير. طيب بالنسبه يا باشمهندس، الزياده هتكون في اي اتجاه؟ هتكون في اتجاه زد، والنمبر هيكون واحد، ونقول له ابلاي، هتلاقيه رسم لك اهوت يا باشمهندس القطاع، تمام. خلي بالك القطاع اللي هو بيرسمه لك، بيرسم لك يعني بيرسم لك اي قطاع، تمام. فانت هتروح بقى تعلم عليه كده وتقول له اساين فريم سيكشن، وشوف بقى هو ايه نوع العمود ايه بتاعك، وتقول له اساين. خلاص. طيب برضو مثلا انا لو عندي كاميرا بالشكل ده، تمام، عايز احولها لبلاطه، خلينا مثلا في البلان الدور الاخير مثلا. الكاميرا ديت يا باشمهندس انا عايز احولها لبلاطه، تبقى ايه، تبقى في المكان ده. هنقول له ايديت اكسترود فريم تو شيل، تمام. برضو يقدر راديال ولينير. طبعا الراديال برضو بنحتاجها لما نيجي برضو نرسم القبه، تمام. لما نيجي نرسم القبه بنحتاجها برضو، تمام. فهقول له ايه يا باشمهندس؟ هقول له في اتجاه، طبعا هنا هتكون في اتجاه سالب واي، سالب واي، تمام. طيب الطول بقى يا باشمهندس، الطول هيكون قد ايه؟ هيكون 5 متر. نمبر واحد. وهتمسح الكاميرا ولا هتسيبها؟ لا سيبها لي مثلا، تقول له ابلاي. احنا غلطنا، المفروض في اتجاه سالب اكس، المفروض في اتجاه سالب اكس، تمام. تك كنترول زد كده بقى، تمام. بعد كده اختار لي ده كده يا باشمهندس، وبعد كده نقول له ايديت اكسترود اكسترود فريم تو شيل، وهنقول له بقى هنا يا باشمهندس في اتجاه سالب اكس، تمام. فهنقول له ايه، سالب 5 متر، تمام. وهنقول له النمبر واحد، ومثلا لو اخترت ديليت سورس اوبجكت هتلاقيه عملها كده، تمام. طيب لو ما اخترناش ديليت سورس اوبجكت، انا ايه، هنقول ايه ابلاي كده، هتلاقي ايه عمل لك بلاطه في الشكل ده، تمام. فمثلا بقى يا باشمهندس لو احنا مثلا عندنا ارش سلاب مثلا، ادي مثلا لو جينا كده في ال 3D، لو مثلا معانا ارش سلاب بقى يا باشمهندس، فبنروح بقى ايه نرسم مثلا، وليكن ايه، بنرسم على حدودها كده يا باشمهندس، ايه، بنرسم على حدودها كاميرا مثلا بالشكل ده، تمام. وبعد كده يا باشمهندس نروح بقى ايه نكررها، بعد كده نقول له ايه اكسترود، تمام، اكسترود فريم تو شيل، تمام، ونكررها فيرسم لك بقى الارش سلاب. طبعا بنرسمه بطريقه افضل من كده يعني، ويكون ارش كويس جدا يعني. الاول مثلا بنرسم الاول ارش الفريم كارش، اصلا نقدر نرسمه كارش، نبقى نتكلم برضو عن الكلام ده ايه في وقت، تمام. طيب بس ده امر اكسترود، ماشي. لينا برضو كلام فيه تاني في موضوع الراديال ده، بس خليه في ايه، في موضوع المسجد هنبقى نلجأ للراديال، سواء مثلا جوينت تو فريم او فريم تو شيل باذن الله.